شفت الحج، شفت الأعمال العظيمة التي يرجع الإنسان من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، ترى في دقيقتين أو في خمس دقائق تصلي لنا ركعتين الله يغفر جميع ذنوبك، ولكن شرط لم يحدث فيهما نفسه. نسأل الله يرزقنا وإياكم. وأنقل لأخوي محمد المسعود الشيخ شيخنا الفاضل التعليق على كيف نصلح صلاتنا مع الله جل جلاله. حقيقة الاستجابة اللي حصلت والخوارق اللي حصلت من قصة شيخنا وقصص كذا، أنا أعزوها إلى خفايا لهؤلاء الرجال، خفايا عندهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وإلا لو إنسان ما يصلي وعاصي وكذا، يعني قد تكون يعني ما تأتيه من الخوارق هذه اللي حصلت. ولذلك نأتي قضية صلة الرحم كيف تؤثر. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحم. الله أكبر. الصلاة، كيف أن الصلاة مفتاح للرزق. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والرجال ذات لهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. انظر إلى الصلاة وإلى المسجد كيف كانت سبب في هذه الفاتحة الثلاثة التي حصلت لهذا العبد. يعني أنا أذكر شاب يقول ماسك سيرة في مطار جدة، يقول براي واحد بعكازات، فيقول يوم التفت على العكازات لأنه تعبان قلت وش عندك؟ قال أنا بسافر للرياض. طيب، قال مسوين عملية في ظهري، قلت عطني أوراقك. فخذ أوراقه اللي هو البورد عسى قصله البوردينج، لما وصل إلى الموظف المختص عطاه حقة الشايب هذا، قال له هذا ملغي حجزه. لا وأنا تابعت القصة بنفسي يا أخواني. يقول طيب وهذا؟ يقول أعطيته أوراقي. قال لا، هذا حجزه صحيح. قال حول هذا لهذا. الله أكبر. قال وأنت؟ قال ما أبي ذا، وإلا عندي حل. قال وشو؟ قل رح. قال خذ أوراقه أنت الموظف وروح قل له أنت راح حجزك ملغي، أما أنا والله لو أرعى رجلي لديرتي ما الله. يقول الرجل هذا الموظف رحت للمسؤول، راح للمسؤول وجوه إياه، قال أنت راعي القصة كذا؟ قال إيه. قال تفضل، خلاص حولنا حجزك للرجل اللي تبرعت له، وأنت في رحلة دولية بعد ساعة بتطلع حولناك عليها قبل هذول بساعتين. لا إله إلا الله. يقول أنا رجع أخذت ذي ورجعت لصاحبي وسلمت عليه وقلت تفضل ممكن تعطيني رقم جوالك. يقول خدت رقم جواله وودعته، ما أخبرته القصة ولا شيء. يقول لما استقريت في الرياض وهذا واتصل عليه قلت معك فلان اللي قاك في المطار، ترى يا والدي أودي أنك تحرص لما تحجز تأكد حجز بين فترة وفترة. قال وش اللي صاير؟ قال ترى القصة كذا وصار حجزك ملغي وتنازلت لك. يقول يوم قلت له هذا الكلام قال وما أدراك، يعني أنا على وضعي ذا كان عيالي مجهزين سيارة إسعاف في مطار الرياض عند الطائرة. يقول والله ثم ما رتب هذا الحجز كان صارت أمور. فلذلك أقول حقيقة صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الله أكبر. شفت كيف؟ والإنسان لما يكون بينه وبين الله خفايا وكذا فلن يخيبه رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن لم يتحقق لك هذا الشيء فأعلم أن الله أراد خير، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما أن الله سبحانه وتعالى أجل هذا الأمر لأمر يخفاك وانت ما تدري عنه. فلذلك أقول يا أخواني، وهي نصيحة لله، أن نصحح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وإلا كما تفضل حبيبنا، يعني وش المخيط بيأخذ من البحر يا أخواني؟ لو جت وايتات الرياض كلها وخذت من البحر كله وامتلت الوايتات كلها ووزعنا في البيوت كلها المياه، هي بتنقص من البحر شيء؟ وهي وايتات، فما بالك بإبرة بتأخذ شيء من البحر؟ الله. فلذلك تعرف على الله، تعرف على الله في الرخاء. فلذلك يا أخواني أنا أقول أنصح، وسألت كثير ممن يعني رأيتهم على خير وعلى كذا، قال إننا نحتاج إلى تطبيق ما نسمع. يا سلام. صحيح. نعم. والله تطبيق، يعني الآن كمل لنا ساعة وإحنا نتكلم، اللي يسمعونا الآن هل هو مجرد إنها حكايات نقولها وقول يضحكون؟ لا، قضية لابد أن نجاهد أنفسنا في قضية أن نطبق ما نفعل.
يعني سمعت التوبة جرب يا أخي طربك تب إلى الله سبحانه وتعالى. تظن أن سعادك ومعاصيك اللي أنت الآن توسع صدرك بها وكذا وكذا أنك تفقدها، والله سيعوضك والله عنها أضعاف أضعاف من السعادة. يقول لو علم فلان فلان ما نحن فيه من السعادة لجلدونا عليها بالسيوف، أذكركم في خير وإن ما ندري. فلذلك يا أخواني أنا أذكر أني مريت على من حوالي أكثر من 20 سنة وهذه طرفة حقيقة، ناس قاعدين يدقون عود ويغنون. فطبعا أنت ما تملك أنك تغير الناس ولا كذا، كلنا على مشربة. فسبحان الله العظيم يا أخواني قلت طيبون يا أخواني طالبكم طلبة. قال رح بس ما عندنا لك. قلت طيب طلبة بس طيب حققوها لي. قال وشي؟ قلت أذن الحين بس احترموا الله أكبر بس وقفوا ليه قضى الأذان غنوا، وكيفكم بتصلون وانتم مصلين هذا شيء راجع لكم. مشيت. يوم جت أزمة كورونا ومريت صليت في أحد المساجد، إمام المسجد ينظر لي نظرات غريبة كأنه يوحي أني قم الكلمة ولا كذا. فقمنا نصحنا ودعينا وكذا. قلت أنت نظراتك لي ميب نظرات كلمة لكم، وش نظراتك؟ قال تذكر لي دق عود من 20 سنة وقلت لهم كذا وكذا؟ قال لي. قلت قال الله أكبر الحمد لله. قال كنا نخوياي والله قلنا وش ذا المطوع اللي جاءنا وش ذا ضيق صدورنا وحسب انه كل طيب. قال ابشرك من ذيك الكلمة حفظت القرآن وصرت امام مسجد وعوضني الله بالسعادة. ولذلك صدق من قال ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فلذلك يا اخي اقول جرب جرب انت بخسرة. اذا اذن المذن لا يكون همك إلا أقرب منارة مسجد. الله والله يا المسجد إن فيك كل خير. وإذا صليت رح، لكن لا صليت فكر في الصلاة اللي بعدها. ولذلك قال رجل قلبه إيش معلق بالمساجد وذلك يكسب في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يوم يسولف شيخنا على الصلاة يا أذن المذن كان معي كنت